أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الأديب والناشط الأردني جروان المعاني. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. السلام عليكم، هذه قصيدة ليل العراق من ديوان قلبي عليك حبيبتي. كن في دمي فالجراح الآن تتسع، وأيقظ الحزن فالأعراب قد هجعوا. لعل بالجزع موجوعا يسامرنا، وللمصائب عند الملتقى متع. كن في دمي يا حبيب الله يا وطني، يا من إليه بطهر الروح أرتفع. أليس فينا حواريون تسألهم، أم أن هذه وجوه كلها خدع؟ نحن الجياع العراة الظامئون، ولو تناهشنا طوال العمر ما شبعوا. في كل شبر لنا شلو ممزعة، وفوق كل بساط أكبد صدع. ليل العراق طويل يا لوحشته، وفي مساحته الأحزان تجتمع. لمن ستشكو إذا ما كنت يوسفنا، ولا أب لك قد يدي به الجزع. كدنا لك الموت إن تسلم، فلامرأة تقضي بسبع عجاف حين لا تقع. جوع وبرد وآلام محاصرة، وأنت بالصبر والإيمان تدرع. يا نخلة في عراق الله صامدة، ولم تزل في سماء المجد ترتفع. لك الخلود وإن ضجت مدافعهم، وإن هم بجيوش الحقد قد دفعوا. أعيادهم من لحوم الناس قد عجنت، وبالسكاكين من أكبادنا قطعوا. عدوا على الشعب كي يجتث من زمن، والشعب كالنخل في النهرين منزرع. يا نخلة في عراق الله ما ركعت، لمن ترى بعدك الأعراب قد ركعوا. قد لطخوا في وحول الطين سعفتنا، وبخسونا فذي أجسادنا سلعوا. إنا لنشرب من أنهارنا كدرا، ويشربون زلالا كلما جرعوا. يذبحون صغارا من عدالتهم، إن العدالة باست كف من وضعوا. والعالم اليوم شرطي يسيره، وليس عن غيه المجنون يرتدع. يقضي بما شاء لا قانون يحكمه، ومن يحاسب أسيادا بما شرعوا. قد صحت في زمن الخذلان يا وطني، فظيعة مخيفة وفظيع فيك ما صنعوا. فلم يجب وطني إذ إنه وجعي، وإنه وطن لو ينطق الوجع. تحز منا رقاب ملء أعيننا، ولا يحرك فينا المشهد البشع. يا من رأى جثث الأطفال قد نثرت، والعين مطفأة والروح تصطرع. يد هنا وهنا قلب، وأوردة هناك، والصدر والأحشاء والمزع. قتل وسفك وتدمير، وأنظمة مسعورة، وذئاب ملؤها جشع. والأجنبي له والكلب أمنهما، وأمننا خاف منه الخوف والفزع. أصيح بالعرب يا قومي لقد طفحت، ويسمعون لو أن الصخر يستمع. والله يخشع لو ناديته جزعا، وسوف يهلع من صوتي وينصدع. لمن خناجرنا في صدرنا غرست، وفيما نحن إلى أعدائنا تبع. يا ربي تاه فؤادي هل أرى وطني، يوما قريبا على اسم الله يجتمع. هي العروبة والإسلام يجمعنا، وليس تجمعنا الأهواء والشيع. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي.
أسعد الله أوقاتكم. أنا الشاعر الأردني محمد مثقال الخضور، وهذا آخر إصدار لي ديوان شعر من قصائد التفعيلة بعنوان أنا مدخم باللامكان، وهو صادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت. الديوان يقع في 30 قصيدة من قصائد التفعيلة، واسمحوا لي أن أقرأ لكم القصيدة الأولى منه. كم كنت أنسى، كم كنت أنسى ما تقول الأرض عني في غيابي، حين أخرج عن طريقي مبعدا من لوثة الأعمار أو من رهبة القصص التي لا تنتهي إلا بموت شخوصها، أو حين أحرق ما تبقى في الدفاتر من سطور فارغة، أو حين تذكرني العواصم أنني ما كنت ضيفا هادئا، كنت احتمالا فوضويا يحمل البرهان في يده ليثبت أنه ما زال حرا، أن أهل الأرض أسرى، أن طوقا للنجاة يظل أصدق من بحار تغرق الكون الفقير بملحها. كم كنت مشغولا، كم كنت مشغولا بإقناع الزهور بأنني سأكون أجمل عاشق لو كان ماء المزهرية صالحا للشرب، أو لو كان شوك زهورها ما زال يذكر أنني عمدته بدماء كفي المتعبة. كم كنت أشبه بائع الريح الذي قتل المسافة بالعواصف ثم مات ضحية، كم كنت أشبه بائعا متجولا كسدت بضاعته فأدرك بعد عمر أنه ما باع إلا عمره. أنا قطعة الزمن البريئة، لا أموت مكفنا إلا بريح كنت ألهث حولها وأدوخ مضطرا كأي فراشة ظلت تفتش عن مكان آمن حول السراج، ومثل عقرب ساعة أفنى الزمان يطارد اليوم الأخير ولم يجد بزمانه إلا نهاية عمره قرب الصدى، أو مثل ساقية أضاعت عمرها تدعو على النهر العميق بأن يجف لكي تريح ذراعها. وحدي وحدي وأنسى ما تقول الريح عني حين أكشف سرها في وجه غصن مائل، أو حين أكشف ضعفها بثبات جدران القلاع على التلال العالية. وحدي وعمر باهت وقلادة تختار من بين الرقاب حبيبها لتظل رمزا يحتفي بخروجه من لوثة العمر القصير إلى الحكاية الخالدة. وشكرا لكم. الخط العربي، هذا الفن الجميل، كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم. في هذه الفقرة سنتحدث عن تجربة مميزة للخطاط الذي يكتب بالحبر الذهبي. الحبر الذي اخترته هو حبر الأستاذ يعقوب إبراهيم الأردني. هذا الحبر مميز، فيه عدة ميزات، لأنه يستطيع أن يكون يشتغل به الرسام وفي نفس الوقت يشتغل به الخطاط.
فهذا الحبر يجب أن يخلط بشكل باستمرار قبل الكتابة وبعد الكتابة، يعني بين الكتابة والتوقف. عندنا هنا المحبرة يجب أن يكون بها يعني حرير أو صوف، ثم نفتح بسم الله، نضع الحبر بكمية مناسبة، تمام، ثم نخلط. يجب أن نخلط باستمرار، بسم الله، قصب بامبو تايلاندي. أولا في الكتابة إذا فكرت أن أكتب وأسحب راح يكون يعطيني نصف غامق ونصف فاتح، فهنا أنا أحاول أن آتي بحركات القصبة في هذا حرف القاف، وكأنه هنا صار وكأنه 3D. هذه لا تجدها إلا في هذا الحبر المميز. هذه قاف بخط النسخ، هذا صوت القصبة، أحيانا نستعمل طرف القصبة لنرسم. فالخطاط المميز يجب أن ينتقل بين غرفتي الخط والرسم. لاحظ هنا هذه النقطة ممتلئة والثانية تحتاج، فإذا أضفنا إليها حبرة فإنه وفق الحدود التي رسمتها القصبة. هشوف، فأنا يحتاج وكأنه قصبة مرت من هنا، وتستطيع أن تمتلئها لتجعلها لوحة منتهية. هناك أيضا نقطة مهمة للكتابة بالحبر الذهبي، لا تضغط كثيرا، خليك رقيق حنين مع الورقة من فوق فقط، وكأنك تشعر أن الحبر فعلا هو يعني يمتد على أطراف القصبة. اخترت خط النسخ لأني متميز في كتابة خط النسخ والنسخ الجلي أيضا لتجربة فريدة فيه، فهذا القلم حوالي 9 ميلي. أن تكتب خط النسخ ب9 ميلي يجب أن تكون لديك نظرة مسبقا عن الرسم، فصعب جدا أن تجيد الكتابة بهذه الأحجام. حالة من حالات الذات وكأنها تحمل ما بعدها فاخترتها. هناك نقطة أخرى من التجارب العديدة التي تحصل لي دائما، فما فكرت أني عملت تخطيط لكلمة قناة الرافدين، قلت بسم الله وبدأت. أحيانا يعني عندما تتوكل على الله وتقول بسم الله قد الله عز وجل يعطيك ما لم تفكر فيه من قبل. فهذا المقام اسمه مقام التوكل، كان يكتب به القدماء ويكتبون كثيرا، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: الخط مخفي في تعليم الأستاذ وقوامه في كثرة المشق. كثرة المشق هو نوع من التوكل على الله.
فالفلاح لا يعرف متى تنبت الثمرة، ولكن ما عليه هو الزرع فقط، الحرث والزرع. فهكذا يعني أوصي الطلبة المهتمين بهذا الفن أن يكتبوا يوميا ويتوكلوا على الله، ولا يقولوا متى نصل، لأن كيفية الوصول لا يعلم زمنها ومتى تكون مناسبة لك إلا الله. قناة الرافدين الفضائية، هنا اختار يكون توقيع، هنا توقيع واختصار لكلمة عبد الرحيم. حاولت أن أكتب التوقيع بنفس القلم على أطرافه، وهذا أيضا نوع من تمكن من القلم، بحيث أنك تكتب فقط من ميلي أو 2 ميلي من طرف القلم. الآن الحبر ينبهني يقول لي يجب أن تحركني مرة أخرى، فإذا اتضح أن هذا الحبر مميز، ولكن يجب دائما تحريكه بين حرف وحرف. شكرا جزيلا على الاستماع والإصغاء، أتمنى أن نكون قد وفقنا، وشكرا وبارك الله فيكم. أهلا بكم من جديد وفضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الأديب والناشط الأردني جروان المعاني، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ جروان، ضيفا على فضاءات والرافدين. بارك الله فيك يا أستاذنا الجميل الإعلامي والشاعر على هذه اللقاء. يعني أقل ما يمكن أن أقول فيه أنه يعني يسعدني ويفرحني أن أتواجد على قناة عظيمة كقناة الرافدين. يا حياك الله، كل الحب والاحترام. يعني فرصة طيبة أن نلتقيك ونتبادل الحديث. وأنا أكثر أيضا. حياك الله. يعني نتناول هناك إصدار أخذ عنوان لست الولد البكر لأبي. يعني هو عنوان أيضا نص نثري احتواه الكتاب الذي حمل العنوان نفسه. لماذا وقع الاختيار على هذا النص بالذات؟ هل هو يجسد ويختصر كل تفاصيل النصوص الأخرى، أم له ميزة معينة فاخترته عنوان الكتاب؟ نعم، لا لا بالتأكيد هو لا يختصر كافة النصوص الموجودة في الكتاب، لكن له خصوصية خاصة لدي. نعم. دفعتني لأن أقول بأني لست الولد البكر لأبي. ذلك أن شقيقي الأكبر هو واحد ممن صنعوا ما بدواخلي، صنعوا تفكيري وصنعوا. هو دكتور سلطان أظن. نعم. هو دكتور سلطان المعاني. فبالتالي إقرارا له بما قدموا من جمال لنا كأسرة، أحببت أن أهاديه وأن أخبره بأنني مهما كنت لن أكون الولد البكر لأبي الذي يقدم ما يمكن أن تقدمه أنت. فلذلك جاءت التسمية. يعني لن تنافسه على العرش. لا يمكن لأحد منا أن ينافسه على العرش، لما يمتلك من كاريزما ومن فكر ومن ثقافة ومعرفة وتضحية، فهو من القلائل. نعم. الذين يمكن أن تجدهم على هذه الأرض يضحي في سبيل أهله وإخوانه ومن حوله بدون انتظار لأي رد. فهذه الصفة لا يمتلكها إلا الكبار، وبالتالي نعم هو كبير بكل معنى الكلمة. لذلك أتنحى دائما بحضوره لأسمع وأتعلم وإلى آخره. جميل. الإنسان حقيقة دكتور سلطان إنسان محترم بورك. وكان يوما ما ضيفي في هذا البرنامج واستفدنا منه الكثير، وهو قام وأعلم مدى المحبة التي تربطه بك. هو اختصاص جيولوجيا واختصاص أنثروبولوجيا. نعم. ولغات سامية قديمة. نعم.
نائب رئيس الجامعة الهاشمية، كان يتحدث دائما عن الحجر وعلاقة الحجر بالمكان والمشاعر. نعم. كل تقريبا نقوش اللي وجدت في الأردن كان له الباع الأول بأنه يعني طبعا أكيد مع الرعي الأول، لكن فعلا لما نقول جاب الصحراء الأردنية بكل تفاصيلها، استخرج الكنوز والكتابات القديمة الموجودة وعمل عليها دراسات غيرت كثير من الأفكار اللي كانت موجودة حول الأقوام اللي قطنت الأردن. نعم جميل. أنا اطلعت على نصوص هذا الكتاب، لست الولد البكر لأبي. النص الأول في هذا الكتاب أخذ عنوان كأنهم خانوا. نعم. تتحدث عن تفاصيل وانعكاسات السجن والسجان والسجين والأحاسيس والمشاعر والخيالات المؤلمة التي يعيشها السجين والسجان أيضا، قلت أن السجان مصاب بالكآبة. يعني القارئ يشعر كأنك كنت يوما سجينا، هل سجنت يوم ما؟ هو ليس السجن بالمعنى الكامل للكلمة. نعم. إنما كان توقيف إداري أشبه ما يكون بسجن. نعم. والتوقيف كان مثلا لسبب، يعني كان يجب أن أشكر على ما فعلت. نعم. فكان في نوع من الغبن بأن أوقفت في قطع. نعم. يعني هي أشبه ما تكون بالسجن. نعم. ولفترة ليست طويلة، أيام قليلة. لكن كانت زيارة والدي إلي الله يرحمه رحمة الله عليه، والنظرة اللي شفتها في عيونه في تلك اللحظة، الملامة، إنه يعني أنا وضعك أو يعني صنعت منك رجل لتكون سندا، لا لتكون سجينا. نعم. ولا لكي تقاتل الدولة. نعم. أنا مش ضد الدولة يابا. نعم. أنا مش ضد الدولة، هيك يعني قل لي إياها. نعم. فبالتالي صحيح بقيت ملاصقة لذهني هاي اللحظة لفترة طويلة، ويمكن كتبت فيها عشرات المرات. نعم. وتلاءمت بنفس الوقت بعد فترة، ولا أريد يعني أن أبدو متزلفا. نعم. لكن ما حدث في أبو غريب والمشاهدات اللي كنا نشوفها والقسوة والظلم. نعم. والقهر اللي كان يعيشه الثائر العراقي أو نعم. الإنسان العراقي، فكان لها أيضا دور في بلورة الكره للسجان. إنه أنتم في نعيمنا. نعم. في مساحة. طيب. نعم. يعني في مساحة من الحرية. أحسنت. يعني في النص نفسه تقول: ودون ما مقدمات صرت اليوم قديسا أميرا للحرب وسيدا للصحراء، وصرت السجين والسجان وآخر الخونة وأول العملاء، هي هكذا الرجولة في دنيا العروبة. نعم. يعني هذا مصطلح، هكذا هي الرجولة في دنيا العروبة. حقيقة يعني دائما أنا أسمع من بعض الشعراء بعض الكتاب، يعني قد تكون يعني انعكاس لآلام ومرارة يعيشها. نعم. الكاتب فيلعن العروبة مع أن العروبة لا ذنب لها. فأقول لماذا نلعن دائما نلعن العروبة ونحملها خطايا نفر ضال ولئيم من أبنائها؟ الحقيقة يعني بعيدا عن تزلف. نعم. بالكلام، الواقع مزري إلى أبعد حد. نعم. وحالة التفكك والشتات اللي عايشتها الأمة تجعل منك إنسان رافض لكل هذا التردي وهذا الألم اللي بيعيشه الإنسان العربي. فأنت حين يعني تتحدث عن العروبة لا تقصد العروبة بذاتها، بل من هم قائمين على هاي الحالة اللي أوصلت العروبة إلى هذا الحد. نعم. كأن تأتي لتشاهد الاحتلال الذي وقع على العراق. من كان السبب؟ لا شك كان لنا إسهامات هائلة. نعم. كعرب في خذلان العراق. نعم. وحتى في خذلان سوريا فيما بعد، وخذلان كل المناطق اللي شهدت ما شهدته من مآسي. نعم. فمن هنا تأتي عند الأديب الكاتب الشاعر
الشعور بضرورة إنه العروبة لا تستحق كل هذا الوجع والألم. نعم. وبالتالي أنت تنزاح. نعم. باتجاه الكلمة، ولكن الواقع أنت تقصد الإنسان، الإنسان العربي. لماذا وصل إلى هذا الحد من التردي؟ نعم. فتوقع اللوم بالتالي على الحالة الكلية حتى لا تحاسب فيما نعم. بعد بأنه جئت على ذكر فلان أو جئت على ذكر فلان. نعم، إحنا حتى تصير حالة فرز يعني بين نعم. من يلعن العروبة بفكر عنصري شعوبي، أحسنت، وبين من كرد على الواقع المرير، فعلينا أن ننتقي عباراتنا. يعني هناك الحمد لله يعني من فضل الله ثم اطلعنا الكثير على ما يجري في الساحة العربية من خلال مشاهد مؤلمة، من خلال اطلعنا على كثير من التجارب الأدباء والكتاب، كنا نلمس نعرف أين النفس الشعور بالوجع والمرارة من أجل الأمة. حسنت. ومن يحمل حقدا ولؤما على هذه الأمة يحاول أن يغلفه بنص يظهر المقابل على أنه متوجع للعروبة، لكن هو في الباطن يلعن العروبة والإسلام من منطلق عقدي فاسد، من منطلق عنصري، انتماء شعوبي. لذلك أنا أقول علينا أن ننتقي عباراتنا، نحذر نعم في استخدام الوجع صحيح. مرير، المرارة خانقة نعم. بالوضع المزري، لكن علينا أن نفرز هناك يعني ثلة من الأحرار قاوموا واستشهدوا، وما زالت هذه الأمة. لا أحد ينكر وهناك ذلك. نفر ضال طبعا لئيم بدون أدنى شك، لا أحد ينكر ذلك بغدر. وأنا أؤيدك بالكامل أنه يجب أن يكون هناك حذر في استخدام المفردات اللي تسيء، ولكن الغاية هنا أبدا ليست إساءة نعم. للحال العروبية أو للعرب كقوم نعم. فأنا منهم ولهم، لكن بدون شك إنه الفترة اللي عشناها ما بعد احتلال العراق نعم. ما بعد تشتيت وتفتيت الجيش العراقي نعم. وما تلاه من أمور جعلت المنطقة كلها في مهب الريح، والممارسات اللي مورست على أحرار العراق نعم. على من كانوا غيارة على العراق، سواء كنا مع النظام أو ضد النظام نعم. فلذلك أنا متأكد مطمئن أنه أنت صديقي وعزيزي حبيبي. ونلتقي في مشاهد كثيرة، وأعرف كيف أنت مجروح ومتوجع لحال الأمة، لكن قلت لك أنه أحيانا أنا أقدر أنه بعض الأدباء عندما يعني يقسو على الأمة ويقسو على بشكل بالمطلق هو يقصد نفر معين أي نعم، لكن حتى لا نعطي فرصة للنفر الآخر المتصيد الذي حاقد على فكر الأمة ويحاول أن يستنسخ أفكار وعقائد من الخارج حتى يفرضها على هذه الأمة وعلى شبابها مستغلا هذا الوضع. وافقك تماما نعم، الوضع المتردي هذا صحيح. أعجبني كثيرا ما نسجت من نص بشأن أمك، فتقول يعني هذا النص: أمي امرأة صعبة جدا لا يرضيها غيابي، تختلق ألف عذر كي يأمرني أبي بتعديل الحال. طبعا كلنا نشترك بهذا، دائما الأم تكون نعم. محرضة طبعا من منطلق الحب، من منطلق أنها تقوم سلوك أبنائها، فدائما هي المحرض للأب. فقلت أنه تكاد أمهاتنا كلهن يشتركن في هذا العرف. هل ترى أمهات يعني هذا اليوم يشبهنا أمهاتنا؟ لا والله، بصراحة وبشفافية مطلقة نعم. هناك فرق هائل وشاسع ما بين المعطيات نعم. اللي كانت أمهاتنا تتعامل من خلالها معنا، وما بين ما بعد جيل الألفين اللي يعني خلينا نقول للأسف الشديد تعامل مع فكرة التحرر وعوالم الإنترنت وعوالم بأنه المرأة يجب أن نعمل على تمكينها وأن نعمل على حتى أفقدناها الأساس نعم. بوجودها
حتى أفقدناها المعنى الرئيسي لكونها أم. نعم. للأسف الشديد تحولت مهمة الأم بالفترات الأخيرة من مهمة التربية إلى مهمة الرعاية. نعم. بمعنى أنه أمهاتنا كنا يربي. نعم. يقولنا هذا صحيح وهذا خطأ وبشكل يكاد يكون أحيانا ديكتاتوري. نعم. مهدد أنت بالأب. نعم. مهدد أنت بقضايا كثيرة فيما إذا خالفت استخدام مجلس الأمن. استخدام مجلس الأمن. لكن حقيقة ما يحدث الآن أن المرأة تخلت عن دورها في التربية باتجاه دور الرعاية بعد أن أصبحت عاملة. بهمها أنه تجيب الأكل للأولاد، بهمها أنها تلبس الأولاد، بهمها، ونسيت كليا في مغبة الحياة وبدون شك متاعبها سواء مع الزوج أو مع الأولاد، نسيت دورها الأساسي في التوجيه والتربية، فتحولت من حالة التربية إلى حالة الرعاية وكأنها رجل داخل البيت، وبالتالي رجلان يعملان على إسعاد الأولاد وإحضار كل ما يحتاجونه، ونسيوا فكرة التربية. تخلت يعني أنظمة التربية والتعليم تخلت بشكل كبير جدا عن رسالتها الأساسية في التربية. المسجد تحول في كثير من الأحيان وللأسف إلى حالة مناكفات سياسية وفكرية ونسي دوره في التربية. وكانت الأثاء أو ثالث الأثافي والقاتلة اللي هي حالة ضرب الأسرة من خلال تهميش دور الأم في حياة الأولاد وحياة الأسرة. نعم، هذا يعني هناك منظمات يعني باطنية سرية تعمل على تدمير الأسرة وهذا النسيج. أي نعم. وبالتالي أبدا أرى اختلاف كبير جدا. نعم. بالرغم من حجم المعرفة التي متوفر لدى النساء في هذه الأيام. سنتحدث عن هذا الموضوع بعد الفاصل. معذرة أستاذ جرام، معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الأديب والناشط الأردني جروان المعاني. عود لك سيد جروان، نتحدث عن أمهاتنا وأمهات اليوم. تقول أيضا في نص أمي: حتى حين هرمت كنت أراها كالجنرال، إذا أمرت ينشغل كل من في البيت، على الرغم من أنهن لم ينلن نصيبا من التعليم، لكن كنا ماهرات في إدارة مفردات العيش البسيطة وجعل البيت سعيدا. ما السر في هذه المهارة؟ البساطة والتلقائية اللي عاشتها أمهاتنا صنعت منهن محبات، صنعت منهن نساء يدركنا معنى أن يكون الولد أو البيت في حالة استقرار وسلام وأمان، فتجد القسوة في أوجها. نعم. لكنها في لحظة الحسم تعود لاحتوائك، تعود لحمايتك، وكأنها تعلمت أصول التربية والتعليم في أضخم الجامعات. نعم. مع أنها بكل بساطة وتلقائية تعاملت مع الأمر. نعم. لكنها تلقائية النقي المحب. نعم. إلى آخره. للأسف الشديد مع توسع التعليم وتوسع حالة التكنولوجيا هاي اللي بين إيدينا. نعم. 24 ساعة والمعرفة الهائلة اللي تحصلت عليها المرأة مثل بقية الناس يعني. نعم. مثل الرجال، مثل هاي المعرفة ما سخرت بشكل سليم وصحيح من أجل أنه والله أنا أتعامل مع الأسرة على أنها هي الكيان الأساسي في حياتنا،
وأجعل من أبنائي وبناتي جاهزين لهاي الكم الهائل من الضغوط اللي منعيشها من خلال تحصينهم بعدة قواعد. وهي من القضايا الجوهرية اللي بتعاني منها الأمة بصراحة بشكل عام، إنه لسنا محصنين. نعم لا نمتلك التكنولوجيا، بالمناسبة هيك نقطة، أنا من قناعاتي إن من أهم أسباب العمل على تدمير العراق إنه استطاع إنه في لحظة معينة إنه يوطن التكنولوجيا، واستطاع إنه يصنع قطع الغيار مع النهضة العلمية والفكرية اللي تواجدت في هذيك الفترة. نعم. فشن العالم هاي الحملة على العراق تماما مثل المرأة العربية. العالم كله عمل على أن يسلخ المرأة عن دورها الأساسي، وجعلها عبارة عن مسيرة للأحوال دون التدخل المباشر. طبعا أنا لا أريد ظلم المرأة، ولا أريد أن يعني أن أظهر بمظهر، بالعكس أنا من الناس المتعاطفين جدا مع النساء، وأتهم أصلا برومانسيتي، لكن واقع الحال بأنه المرأة ابتعدت ابتعاد كبير جدا عن الحال التي وجدت. نعم هو تشخيص واقع، تشخيص واقع مرير، إفرازاته أيضا موجعة على المجتمع. أي والله. الفكرة واضحة الآن أستاذ جروان. ننتقل إلى كتاب آخر من كتبك، وهو كتاب غواية العنب. وقفت كثيرا أمام نص بيروت. يعني رأيت أنك سكبت نزيف الهزيمة وفي كلمات هذا النص، وألبست حروفه أثواب الخذلان والمرارة، وأنت تبادل بيروت حديث الوجع عن بغداد والشام واليمن والسودان. متى نزفت هذا النص؟ بعد التفجير الأخير اللي صار في ميناء بيروت. نعم. بيروت المدينة اللي العرب إذا أرادوا كانوا إذا أرادوا أن يفرحوا يذهبوا إلى بيروت. نعم. للأسف بيروت تحولت في ليلة وضحاها إلى مدينة خانقة حتى طاردة لأهلها. بعد ما تجاوزت حالة الفتنة بفترة يعني من الزمن، واستطاعت أنها تعيش بوئام وسلام، لكن النزاع العربي ويعني دعني أكون أوضح، الضغوط الإسرائيلية والأمريكية اللي حرفت كثير من الدول العربية عن مسارها الحقيقي باتجاه واجباتها القومية، تخلت عن بيروت، فأصبح الميناء وما نراه عبارة عن ركام. نعم. المدينة الجميلة والعروس الجميلة التي كان العرب يسعون دائما لزيارتها أصبحت الآن أو بتلك الفترة على الأقل مدينة لا تطاق. نعم، كانت تسمى جوهرة الشرق. تسمى جوهرة الشرق بيروت. جوهرة الشرق. وتسمى سويسرا الشرق أيضا. نعم. وكما قلت أنه أتذكر وإحنا نحن أطفال نسمع من من هم أكبر منا عمرا أنه عندما يريد أن يصطاف أو يريد أن يعيش حالة من السرور والابتهاج وتغيير الجو يذهب إلى لبنان. نعم. حتى للعلاج يعني أتذكر كان صحيح. بعض الشيابنا كان يقول أنه أنا رحت كنت مريض رحت إلى لبنان وشفيت وعدت. قال حتى لما لو أنك لا تدخل مستشفى تعيش فقط في أجواء لبنان. نعم صحيح. يعني تنتعش وتعود سليما معافى. نعم من هذا هكذا كانت الصورة عن لبنان. خربوا هذا وهذا وبشكل ممنهج وبشكل يعني للأسف الشديد. نعم. تنفيذ لمخططات، لأنه موضوع بيروت بالذات وموضوع لبنان امتداده سوري، امتداده خليجي، امتداده عرافدين، يعني كان خلينا نقول آخر متنفسات الحياة السعيدة عند العرب بعد ما حل بالشام وبغداد أن تتجه إلى بيروت أو عمان.
لكن بيروت أريد لها أن تصل إلى هذا الحد حتى يضيق على كل الأمة حتى من ساهموا في تخريبها. نعم. الآن صارت متنفساتهم الغرب. نعم. وصار متنفساتهم شواطئ تل أبيب، وبالتالي كل الأموال اللي كان ممكن أن تضخ من أجل الأمة أو من أجل، ليس من أجل الأمة، من أجل سعادتهم. نعم. في بيروت حولت إلى مكان، أماكن أخرى عمليا فيها سيطرة كاملة للصهيونية عليها. نعم. يعني هذا رأيي. تقول: يا أيها القديم في الخيانة، هذا أيضا نص من نصوص هذا الكتاب، هذا عن المطبعين. نعم. وما نقوله بمرارة ووجع. تقول في هذا النص: يا أيها القديم في الخيانة، القادم من عمق الصحراء، من وجع العراقيات، المتخفي خلف نهود الصالحات من بواك الشام، كأنك ما اعتصرت من اليمنيات رشفة من كرامة، توقف على ضفاف النهر، اغتسل من عفن أفعالك، توضأ ليطمئن قلبك، ثم كبر وصلي، ثم تعال أخبرك أن كل الأرض ترفضك، وبأن القدس كمكة لن تقبلك. يعني هل هي رسالة إلى المطبعين؟ نعم، هي رسالة واضحة بكل تفاصيلها لمن خرجوا عن ضمير الأمة. نعم. لمن خانوا دم الأبرياء، لمن تعامل مع العدو وكأنه شقيق. نعم. وعاد شقيقه. يعني حين تنظر للصورة الكلية شيء يعني يدعو للحسرة، للشعور بالقهر. وللأسف هذا لا يعني إنه الشعوب هي التي أرادت ذلك أو قامت بذلك، لكن الشعور بالضعف أمام الأجنبي، والشعور بالانبطاح، والحالة من الاستعمارية اللي لبست أثواب جديدة بأيدي كثير من قادة الأمة ومفكريها حتى، وأوصلتنا إلى أن نعم أن نقول بأنه ما عاد يثيره ما حل بالعراقيات ولا بماجداته، ما حل بالشام واليمنيات، اليمن السعيد، اليمن السعيد. نعم. ما عاد سعيدا، انظر إلى إلى ما عاد ما وصل إليه. ولماذا؟ لأسباب يعني تكاد تجهلها. يعني كل الأنظمة إلى عقود قريبة كانت تبني الأجيال على أنه الكيان الصهيوني عدو يجب إزاحته لأنه عدو مغتصب، وهذا هو واقع. نعم. الآن كثير من الأنظمة الآن تشتغل عكس هذه الفكرة، بل تعاقبك في حال إذا حملت هذا النفس. نعم. أو حرضت. صحيح. وتتهم بأنك إرهابي أو أنك تحرض على العنف، على حتى على عندما تكتب منشور. نعم. تحرض على أنك على العنف، ربما تطارد، ربما تسجر، ربما يعني حسابك على نعم. التواصل يغلق، ويقول لك هذا مقيد. لا يتلائم مع معايير النشر. طبعا هذا للأسف الحال المزري الآن الذي تمر به الأمة، هو ضعف. وكثير من الأنظمة الآن، يعني قرأت مقولة لصحفي مصري في أحد الصحف، يقول إلى قبل سنوات: يحذر العوائل أنه أحموا أبنائكم من الإعلام العربي الفاسد، إذا تركتم أبنائكم إلى الإعلام العربي الفاسد ستفاجئون أن أبنائكم سيتطوعون في الجيش الإسرائيلي. أي والله، أي والله. يعني وهو يكاد يكون أمر واقع الآن. نعم. من يبنوا الجدار. نعم. في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عرب. نعم. وشركات عربية. من يقوم والأموال عربية أيضا. والأموال عربية. نعم. من يقوم بقتل أهل جنين. نعم. عرب. نعم. مجندين في الجيش. ومن يزود كيان الصهيوني بمعلومات عن المجاهدين هم عرب. هم عرب. نعم. وبالتالي يعني تشخيص سليم. يعني أحد الزعماء يهدد أنه إذا لم توقف إسرائيل يعني بعض إجراءاتها، وأنها تتعامل معنا، عليها أن تتعامل معنا باحترام وتقدير، وأننا نهدد بأن نقطع التعاون الأمني. يس. ما هو التعاون الأمني؟
هل إنه إسرائيل تعطيك معلومات أم تأخذ منك معلومات؟ نعم أنت واضح بدون شك. إلى أين وصل الذل وال... صحيح. النص آخر من نصوص هذا الكتاب التاسع من نيسان، نحن العراقيين نعرف بمجرد تقول التاسع من نيسان معروف أنه هو احتلال بغداد وإعلان احتلال بغداد على لسان المجرم بوش وبعض المرتزقة والأحزاب التي جاءت مع المحتل كادت أن تجعل هذا اليوم يوما وطنيا تحتفل به. نعم. لولا غضبة الشعب. يعني شكرا لك أنك اخترت هذا العنوان، هذا العنوان الصادم إلى المشهد العربي حتى يعني أو هكذا أرى يعني نص يعني يؤرخ للهزيمة والخيانة والخطيئة. وفي المقطع الأخير تسأل ما سر التاسع من نيسان، سؤال مهم وموجع أيضا وهو تذكير، كأنك في هذا النص تقول أنه لا حاجة للشرح لأن بغداد وحدها تنفرد بذكرى هذا اليوم نعم. المفجع. أي نعم. وهكذا أرى. للأسف الشديد كنا على قناعة بأن الأمة إذا أصابها ضيم نعم. أو جوع بغداد تزرع نفسها قمحا يا الله. لتطعم كل جائع. نعم. لن ننسى يوما القدر العراقي اللي قدم للأردن في لحظة كانت الأردن في تعاني من كثير من القضايا الاقتصادية. نعم. بعيدا عن كل ذلك بغداد إن كانت بخير مع الشام فأنت تعلم بأن الأمة العربية كلها بخير، وإذا كانت مكة والقدس بخير فأنت نعم. تعلم بأن العالم الإسلامي كله بخير. هذه يعني مقولة ليست لي، مقولة معروفة بالتاريخ. فمن لم يصبه الوجع والقهر والشعور بأنه نحن إلى أشبه ما يكون بالفناء نعم. مع لا أقول سقوط بغداد، مع احتلال بغداد مع ذاك العلم الذي رفع على جبل نعم. من جبال الأمة، ماذا تبقى؟ ماذا تبقى من كرامة وشهامة؟ ورأينا بعضهم يصفق شامتا بسقوط فرد. نعم. أنت أخي لم يعني لماذا نعم لا هذا هو النفر الضال اللئيم الذي تحدثنا عنه قبل قليل. نعم. نتحدث عن العروبة. نعم. نعم. أنت فرحت لسقوط فرد. نعم. لسقوط حاكم. نعم. وجاءك الدور فيما بعد وسقطت وآخرون سيسقطون، لكنك نسيت أنك تتحدث عن تاريخ أمة، تتحدث عن 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 عصب الأمة، عن الحاجز التاريخي ما بين المد القادم من الشرق باتجاه العرب باتجاه الإسلام وضرب مكة وضرب المدينة، وأنا لا ألمح إلى حالة عنصرية بقدر ما هو إقرار نعم. بالتاريخ بأنه نعم هنالك غايات حتى لنقل قبر الرسول نعم. فهي بوابة الشرق كانت. فأنت فرحك بسقوط واحتلال دولة بحجم العراق أمر يعني لا يقبل لا عاقل ولا إنسان عنده فكر ولا إنسان عنده رؤى نعم. مستقبلية للأمة. انظر ماذا حل وماذا سينتج أكثر وأكثر. نعم. بغداد كانت متقدمة في الأمة 100 عام نعم. عن الآخرين، أعادوها إلى نقطة الصفر، فعادت الأمة إلى 1000 عام للخلف نعم. حتى تستطيع أن تعيد بناء نفسها وتصبح ذات كرامة ووجود حقيقي على الخريطة الإنسانية. نعم. تحتاج إلى التاسع من نيسان، تحتاج زمن لحظة طويلة. لحظة من لحظات اللي بتفقد فيها الحب وبتفقد فيها الشعور بالأمان والشعور لا أعادها الله. اختيار ذكي وعنوان مهم جدا، والحديث معك ممتع أستاذ جروان. احترامات. كنا نتمنى لو أنه لدينا مزيد من الوقت حتى يعني ننكش ونفتح الحقائب وما تحمله ذاكرة و وقلب جروان. أنا لا أمتلك إلا أن نطلع يعني ما هو محبتي جميل وإعجابي بهذه اللقطات الذكية جدا
اللي خرج فيها أنا إعلامي جميل وشاعر كأنت. أدهشت حقيقة، أدهشت بهذا يعني أنا في دهشة في هذه من هذه النصوص حقيقة التي أنت كتبتها، وجميل لأنه هذا الصدق الانتماء لهذه الأمة بلغة جميلة رشيقة عذبة. شكرا لك. الله فيك والشكر. شكرا لك الأديب جميع القائمين على هذه القناة الرائعة. الشكر لك. أشكرك الأديب والناشط الأردني جروال المعاني. شكرا لك على هذا الحديث الجميل. شكرا لك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.